أخوكم مانع الكعبي من أهالي منطقة حتى. تاريخ العسل أو النحل عندنا في هذه المنطقة كان له صور كثيرة وكان له مواسم عديدة. فلو مثلاً لاحظنا المواسم اللي ينتج منها النحل العسل في منطقة حتى مواسم كثيرة، فكان عندنا مثلاً موسم السمر وهذا من شهر 5 إلى شهر 6، عندنا كذلك موسم الغاف وهذا يكون من شهر 4 إلى شهر 5، وعندنا كذلك موسم العشب اللي هو الموسم الثالث وهذا في العادة يكون بعد هطول الأمطار، يكون في فترة الربيع في شهر 2 إلى شهر 3 تقريبا، وعندنا كذلك الموسم الرابع اللي هو موسم السدر، وهذا الموسم أو موسم السدر في العادة يكون تزهيره في شهر 11 من كل سنة. لو لاحظنا كذلك يعني طبيعة المنطقة أنها ما شاء الله منطقة تكثر فيها النباتات وتكثر فيها الأعشاب، وما شاء الله منطقة تنتشر فيها الوديان والأمطار، فجعل منطقة حتى منطقة لانتشار الحمد لله النحل وكذلك انتشار العسل. فما كان العسل يوضع على المائدة دائما، بل يوضع إذا أكرمنا فيه الضيف وحل علينا الضيف نكرمه بشيء غالي وشيء ثمين اللي هو العسل، وكذلك كان يستخدم للعلاج أو للدواء في الماضي كما قال جل وعلا: يخرجوا من بطونها شراب مختلف الألوان فيه شفاء للناس. من الطرق اللي كانت تستخدم في استئناس النحل كانهم يعني يأتون بجذع نخلة ويقطعونه عبارة من الأطراف ثم يحفر من الداخل، فيكون عبارة نفس حالة وحال الكهف، ثم يعني يسكر من أطرافه ومن جوانبه، كان يعني نسكره بالرخيص اللي هو عبارة اللي بعد ما نحرق خوص نخيل، فكنا نستخرج الرخيص، فالرخيص هذا كان يعني ينقفل به الفتحات هذه حق جذع النخلة، والنحل يستأنس في جذع النخلة، فكان يعني أسهل على الشخص إذا أراد أن يأخذ العسل يأخذ من جذع النخلة ويقطع العسل ويضيف فيه ضيفه. كان من الطرق التي تستخدم في البحث عن العسل قديما احنا نسميها إذا النحل يورد على الماء، إذا ورد النحل على الماء، النحل فيه خاصية جميلة جدا، الخاصية هذه أنه النحل سبحان الله يأخذ الماء ويطلع مباشرة على شكل مستقيم على الخلية وعلى البيت في الكهف. نعرف أنه والله النحل أو البيت من بالجهة هذه أو في الجهة الشمالية أو في الجهة الغربية، فنطلع نبحث عن هذه الخلية ونحصلها في كهوف الجبال نفس ما يعني انتم شايفين حاليا اغلب منطقة حتى جبال وتكثر فيها هذه الكهوف في الجبال، والنحل يستوطن هذه الكهوف. من الطرق كذلك ان كنا نتبع احنا شيء نسميه القطارة، كان النحل اذا حاب يجمع حبوب لقاح او يجمع الرحيق من الاشجار في خاصية انه النحل يعني يوضع نفس القطرات على الكهف او على المنطقة الجبلية، احنا نبحث عن هذه القطارات لين ما نوصل الى الخلية في الكهف. طبعا هذا السدر، والسدر معروف عسل السدر عالميا، هاي زهرة السدر، زهرة السدر شوابنا يسموها لبياب، اما زهرة السمر شوابنا يسموها البرم، فسبحان الله كان عندهم يعني تسمية لكل شيء، فكان يسموا كل زهرة باسم معين. في السدرة هذه الشجرة وزهرتها لبياب، والسمرة هذه الشجرة وزهرتها البرم، ونفس ما احنا شايفين في الصورة حاليا هذه زهرة السدر وهذه ثمرتها اللي احنا نسميها النبق. طبعا هذه الخلية، اي خلية في العادة تتكون من ثلاث افراد: الملكة والنحل وكذلك الذكور. لو لاحظنا البيوت هذه الصغيرة، طبعا هاي كلها بيوت ملكية، ملكات جديدة تطلع وتنقسم الخلية على يعني اكثر من خلية، فهذه احنا نسميها بيوت ملكية. البيوت الملكية طبعا تكون فقط ملكات، والملكة او بيض صغير ويتغذى على رويال جيلي اللي هو الغذاء الملكي وتطلع منه ملكة. اما النحل العادي يتغذى على غذاء الملكات وتغذى على حبوب اللقاح والعسل، فتطلع عندنا شغالات. دور الملكة في الخلية طبعا توزيع المهام، في عندنا بعض النحل يجمع العسل، في عندنا بعض النحل دوره يرعى اليرقات الصغيرة، في عندنا بعض النحل مهتم بنظافة الخلية، في بعض النحل دوره في حراسة الخلية وحمايتها من الأعداء. فسبحان الله يعني تركيبة الخلية
تركيبة اجتماعية يعني بشكل جميل جدا، وآية من آيات الله سبحانه وتعالى. أغلب الخلايا عدد أفراد الخلية يتكون من 20,000 إلى 80,000 نحلة في أي خلية في العادة. فشاف خلية نحل على الشير وبعدين نزلها في خلية، بعد ما نزلها بدأ عاد شو يدرسها، فاكتشف انه في ستاندر معين للشمع اللي يبنيه النحل، في ستاندر معين ما بين الشمع والشمع، احنا نسميه المسافات النحلية. شاف انه الخلية فيها ملكة، اذا فيها ملكتين طبعا تنفصل الخلية جزئين. المهم سوى دراسات كثيرة جدا، فبدأ ما شاء الله يعني يسجل المعلومات هذه ويدونها، إلى أن أصبح ما شاء الله يعني مرجع كبير في الخلايا. فسوى الخلايا هاي يسموها خلايا لانجستروث، وهي عليها عالميا الآن الشغل والاعتماد وغيره. الطوابق نرفعها في أوقات المواسم، طبعا في أوروبا نظامهم غير، ربع عندهم الموسم يستمر 6 شهور، فيكون عندهم شيء اسمه عاسلة وشيء اسمه حاضنة. الحاضنة عبارة عن الخلايا اللي فيها الملكة وينتشر فيها النحل ويبيض، يحطوا حاجز ملكات بعد دورين ويحطوا العاسلة. العاسلة الملكة ما تروم تطلع فوق فتضع بيض في الخلايا في عين سداسية، النحل يروم يطلع، فحاجز الملكات يمنع الملكة أنها تطلع، في النحلة الملكة تحت تبيض لكن النحلة تطلع فوق وتحتب العسل. فيستوي عندك فريمات فيها عسل صافي كامل خالص، بخلاف الفريمات اللي يكون فيها حضنة، يكون فيها يعني يرقات صغيرة يكون فيها غير العسل. تربية النحل طبعا في طرق حديثة جدا، ان اليوم كيف نكثر الخلية هذه ونحافظ عليها. طبعا هاي خلايا لانشروث، خلايا عالمية معروفة. الإطارات الشمعية هاي طبعا إطارات بعد كذلك معروفة، في مسافات نحلية ما بين كل إطار وإطار، نفس الخلية في الطبيعة. والتربية طبعا تربية النحل أو استئناس النحل أو توجيه النحل من طرق تقليدية إلى طرق إنتاج كميات تجارية لابد يكون في طرق علمية حديثة. في اليوم هذه من الطرق العلمية الحديثة، أن اليوم نكثر النحل، في عندنا طرق لتربية الملكات. طبعا طرق تربية الملكات هاي الطريقة حديثة، ناخذ طبعا بيض صغير جدا ما كمل أكثر عن يوم أو يومين، ونحطيه في خلية يتيمة ميتمة. الخلية اليتيمة هذه تفرز غذاء ملكي على اليرقات الصغيرة بحيث أنها تطلع ملكات. ناخذ الملكات ونحطيها في شيء اسمه نويات صغيرة. النويات الصغيرة هذه نستخدمها حاليا أو نستخدمها دائما احنا في تكثير النحل أو في تلقيح الملكات. فأول ما تتلقى معنا الملكة نستخرجها من هذه النويات، مثلا هاي من طرق تكثير النحل، طبعا نسميها نوية. النوية هذه عبارة عن خلية صغيرة فيها كمية بسيطة من الشغالات مع ملكة عذرة، في فترات تلقيح الملكات تطلع الملكة العذرة تتلقح وبعدين ترجع للنوية، ونستخرج هذه الملكة الملقحة ونحطيها في الخلايا الكبيرة أو نبيعها على حسب يعني استخداماتنا. فهي من ضمن يعني طرق الحديثة في إنتاج الملكات. وإنتاج الطرود وغيرها طبعا من عمليات نحلية تكون على طول السنة. من الأشياء اللي نستخدمها كذلك في الطرق الحديثة أن ننقل الخلايا على المواقع الرحيقية اللي ننتج منها العسال. يعني عندنا اليوم مثلا في موسم السمر، هذا يكون من شهر 4 إلى شهر 5، فناخذ الخلايا الحديثة هذه ونطلع فيها على المناطق اللي ينتشر فيها السمر، ونجمع منها عسل السمر ونفرز العسل، وبعدين طبعا نرجع الخلايا النحلية هذه في مواقعها. وأول ما يدخل علينا الموسم الجديد بعد كم من شهر، مثلا موسم السدر على شهر 10، ناخذ كذلك الخلايا هذه ونوديها على موسم السدر،
نجمع منها عسل السدر ونرجعها كذلك لمواقعها. عندنا كذلك أعمال نحلية في فترات ما بعد الموسم، علاج النحل، عندنا عمليات تشتيت النحل في فترات البرد والشتاء، تبديل الملكات القديمة، لأنه الملكة كل ما كان عمرها كبير كل ما كان وضعها للبيض بكميات أقل، لذلك نغير الملكات كل سنتين، ولذلك في ستاندر عالمي لألوان ملكات النحل. يعني عندنا سنة 2019 هذا في لون معين كل النحالين في العالم يعرفوه، عندنا 2020 لون معين للملكة بحيث أنه كل لون يميز لسنة معينة. في اليوم النحال إذا شاف الخلية اللون الأصفر أو الأخضر أو الأحمر يعرف أنه والله الملكة هذه كذا عمرها سنتين ثلاث سنوات، في بدل الملكة القديمة ويحطي ملكة جديدة بحيث أنه يكون عندنا كمية وضع البيض كميات عالية، فالخلية تستدام. الخلية كيف نوصل لاستدامتها؟ إذا كان عندنا عدد المواليد أكثر عن عدد الوفيات، عندنا النحل هذا الآن يطلع في المراعي ويطلع في المواقع، فمنه يموت عن طريق المبيدات الحشرية، منه يموت عن طريق الرياح، منه يموت عن طريق الأمطار، فيموت. لكن إذا كان النحل أو عندنا الخلية من الداخل عندنا ملكة قوية فتوضع كميات بيض كبيرة، فالخلية بهالطريقة يكون عندنا عدد المواليد أكثر عن عدد الوفيات في الخلية، تستمر وتنمو وتكبر. لكن إذا كان عندنا العكس بحيث أنه عندنا عدد النحل الميت أو الفاقد أكثر عن عدد الميت عدد النحل الجديد، فبالطريقة الخلية تموت ويكون مآلها إلى الاندثار.